السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ مزيان، ترجم الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير، وجمعة مباركة تدخل عليكم باش ما تمنيتو يا ربي. المهم اليوم عندنا الدرس، كنت خدمت معكم الاول ديال هاد الخدمة هذه، والثانية خدمت معكم فتحة العنق، والثالثة درت معكم هاد الفتحة هذه اللي خدمت معكم هاد الفتحة هذه. دابا اليوم ان شاء الله نخدم معكم هاد اللي بغيت. هذا انا رانا ساليت الجلابه ديالي كامله خدمتها، ودابا غادي نخدم معكم هاد اللي بغيت. هادو انا خدمت هادي وهادي، وخليت هاد اللون هذا حيت اللون شويه اللون راه غامق، خليت هاد اللون هذا الصفر هذا اللي نخدمه هنايا باش يكون باين وواضح ليكم الشرح. بسم الله على بركة الله. النمرة خمسة كيف ما العادة، الحريرة البنات برموه على ثلاثة على ثلاثة، وجبدوه ملي تبرموه باش كيعطي الرق، باش كيجي رقيق. هنايا خديت الخيط ديالي، انا عقدته هنايا واحد العقيدة، هاهي نتمنى تبان ليكم باش ما يزلقش لينا من الراندة ديالنا. بسم الله على بركة الله، بشوية عليكم، ويقدر الفيديو يجي طويل ولكن راه غادي نتعلمو اللي بغيت ساهل. عندي هنا شحال عندي هنايا من عوينة، عندي واحد واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة 11 12 13، عندي هنا 13 دقة. بسم الله، نحسب من هنا من الاولى، هذه هي العوينة، نحسب من هذه اللي تحتها، وين الى ما باينش لكم الفيديو هكا مزيان نبداو نحسبوا 4 1 2 جوج ثلاثة أربعة. في الرابعة نطلع البرة ديالي شوية كما كتشوفوها، هي متبتة مزيان، ما كتزلق ما كيخرج لناش الخيط، نرجعو هنا الفوق نصب في هاد الدقة هادي، غادية ندخل البرة ديالي ونولي نخرج البرة، نخلي هكا الخيط من الفوق مرخوف، نولي نخرج البرة من هاد فين دخلتها المرة الأولى، من هنا غنصبي بشوية عليكم، كندخل البرة نرجعها من البلاصة اللي دخلتها، كنشدو هاد الجزء هاد اللي مكيتجبدش، شدو البرة ونبداو نحسبو الدورة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة 11 12 13 14 دورة. نجبدو البرة ديالنا و كنبقاو نهبطو لي بغيت ديالنا غير بشوية من البرة، و نطلعو الخيط ديالنا، راه ساهل وده غير بالزربه غادي نتعلمو ليه. هانتوما وصلتو الخيط ديالنا هاكا، وملي نقربو يهبط كنبقاو نبرموه على الخيط، هانتوما غير بشويه ان شاء الله غادي نتمكنو من الخدمه ديالها. هانتوما هاكا ونهبط باليد ديالي هاكا غير بشويه 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 بشويه، ونزير. ملي زيرت الخيط غنولي نضربو في نفس البلاصه اللي طالع منها الخيط باش كتثبت في بلاصتها، ما كتبقاش تزلق. راه ساهل وبسيط، اي وحده تخدمو. دابا نجي للعوينه اللي تحتها مباشره ونطلع عاود البرة ديالي، هنا عندي واحد جوج
هنخلي الاولى نضرب في الثانيه، هنشوف ندخل عاود الابره ديالي من تما ونولي نطلعها من البلاصه اللي دخلت منها الابره في الاول. هنا نديرو 15 الدوره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، ونجر البره ديالي هكا بشويه ونهبط لي بغيت ديالي غير بشويه هكا. ملي تشدو هنا ما تزيروش، بحال غير شادينو باش كتسلتو الخيط من وسطهم وصافي هكا. ونبدا نطلع هكا بالبره باش كيتزيروا لينا وكيجيو مبرومين. هانت شفتو، انا اختاريت هذا اللون هذا باش يبان لكم، ملي خدمتو بالازرق ما غاديش يبان لكم، ونولي نضرب في نفس البلاصه اللي هبطت منها البره. راه ساهل وخدمه ساهله، راه يمكن لاي وحده تخدم جلابيتها راسها. نضرب عاود هنا، نطلع عاود من نفس البلاصه من حداها في نفس الدقه في نفس العين، نطلع عاود البره، نطلع عاود الخيط ديالي كامل، ونخلي عاود وحده ونشد في وحده. سمحوا لي الا كان ما واضحش، راه حيت ثوب دير غامق، ولا غير سمحوا لي وصافي. نطلع عاود البره ديالي من نفس البلاصه اللي خدمت فيها اللي بغيت الاول، ونحسب عاود ثاني 1 2 3 15. نجبد وعاود هكا غير بشويه، راه داغي كيتسلس هكا، داغي كيتسلس هكا، او نهبط غير بشويه هكا. ونزير هكا بالبره، كنبقى نطلع هكا بالبره بحال كنصايب دائره هكا صافي، وكنثبت الخدمه ديالي. هانتوما هذا هو اللي بغيت، والتربيع عاود في نفس البلاصه اللي صايبتي منها البره. راه ساهل، وسمحوا لي الا كان التصوير ماشي مقاد، نجي عاود للتحت ديالها ونضرب. هنا شنو غادي ندير؟ صافون كيتشدي الخيط من تحت. هنا شنو غادي ندير؟ هانتوما كاين هنا هاد السطر هذا، شفتو ها واحد فيه واحد جوج ثلاثة أربعة، غادي نشد دابا غنبقى نقاد مع الدقة هاكا مع السطر اللخر ديالها، غندخل البرا ديالي. هانتوما ونولي نطلع البرا من نفس الدقة اللي طلعت منها، نشد هاد الخيط اللي مكيتجبدش، ونحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 الدورة. نجر الخدمة ديالي، هانتوما غير بشوية عليكم، وما تزربوش من تكونوا كتجبدوا الخيط، ما تزبدوش ورخفوا اليد ديالكم معاه باش داغي يتسلت لكم الخيط. هانتي دائرة، شتي دائرة باش كيتزيرو لينا، هانتي دائرة شتي. ونعاود ندخل الابره ونجر لتحت. يتمنى الشرح يكون واضح. نفس الضربه عاود ونجبد، وها هي هذه مقاده مع كاينه هذه اللي درت فيها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، يعني راه الشرح باين وواضح للمبتدئات. وصايبة حبيبتي جلي لبتك بإيديك، وعلاش لا تعلمي كاع وتولي تشدي لي كوموند مع هاد الناس، تعاوني بها راسك وتعاوني وليداتك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. جا المهدي المبرزيط، نهبط عاود هكا غير بشويه
حطيو معانا من اللور راه كيبقى يتسعقد ليكم بعد المره، كيبقى يتسعقد الخيط. شتي ساهله، اللي بغيت ساهل من هاد الجلابه ان شاء الله شاركه معاكم كما كنقولوا درجه بدرجه. هانتي هذا اللي بغيت، شتي هاد الخيط هذا كاع الا ما بالكش جري الخيط هكا شي شويه وغادي تبان لك الدقه وطي البره ديالك. هانتي وزيري هيا الطاس مبقاتش باينه طالعه، نعاود معاكم عاود دقه واحده اخرى غتبقاي غدا هكا حتى الاخر. كنهاي مزاله وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، عندك سبعه. نزيد عاود نطلع البره ديالي. هانت شديت هذيك العوينه، هانت شاد دابا هنا ضربت هاد الدقه هادي اللي تحت هاي، كتبقاي غاديه عوينه بعوينه وكتشدي من الوسط ديال الخدمه. نطلع عاود البره ونهبط البره ديالي من التحت الجهه المنيشه، نسيري مع السطر ونطلع من نفس البلاصه اللي طلعتي منها ونحسب واحد جوج ثلاثة أربعة نتمنى الشرح ديالي يكون واضح لكم حبيباتي، وما تنساوناش في لي لايك ديالكم وفي لي جيم باش حتى حنايا تدعمونا ونزيدو نعطيو احسن واحسن ان شاء الله حتى تعلمي وتولي محترفه الراندا ان شاء الله، الراندا المغربيه التقليديه وعلاش لا. دابا عندنا نطلع في نفس اللي طلعت، هانت شتي نفس الدقة اللي طلعت، هانت هاي شتي ونطلع عاود أو نهبط. هانتوما هنايا هانت نتمنى يكون واضح، هانت كتبقاي غدا نيشان مع هانتي وهانتي شتي هاهي هاد العوينات هادو ها هومايا. عاود ملي كتهبطي عاود ها هما العوينات كيبقاو غدنا هاكا مسطرين. دابا غادي نجي لهنا وندخل البرا ديالي، هاكا مزيان نكمل انا حتى لتحت لهنايا ونرجع ليكم، ولا نكمل غير ملي استلى لي الخيط باش نوريكم العقده باش تعقدوا الحرير من النور باش ما يتسلتش ليكم من الخدمه وما تسخسرش ليكم الخدمه. هانتوما انا هنا راه وقف ليا الخيط هنا، هانتوما شتي دابا غادي نعقدو. هانتوما كنشدو الخيط هكا وكنبقاو نضربو تحت الخدمه. هانتوما سمحوا لي هانت كنضربو هكا تحت الخدمة هكا وكناخدو الخيط وكتسقاو دورو على البرا. سمحولي أنا راه شادة بإيد وكنوريكم بإيد معليش كيفاش ندير. نعطيكم دابا باباك راه غادي يجي، هو جاي هو وخوك هكا البرا وندورو على ندورو على البرا هكا صافي ونطلعو. نتمنى الشرح ديالي يكون واضح اسيرا بحيت كندير كنصور يسمحو ليا. صافي هانتي كنصيبو هكا صافي كناخويا البرا ديالنا هكا صافي وكنبقاو ندورو هكا هكا على الحرير البرا صافي ونطلعو
نثبتو هكا مزيان هكا صافي. ديال العقدة ديالنا ديال الراندة هانت وتبقاو تصيبو جوج مرات هكا ولا تلاتة صافي. هانتوما هكا صافي. وانا انصيب خيط جديد ونكمل الخدمة ديالي. نتمنى ما نكونش رانا طولت عليكم في الفيديو باش نشرح لكم مزيان. المبتدئات ان شاء الله يستافدوا. هذا هو اللي بغيت ديالنا. انا رسالي الجلابه ديالي ودابا ان شاء الله غنبداو في الدرس هذا. الدرس هذا ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش نخدموا هذا الدرس هذا هكا على جناب الخدمه. قلت لكم تخدموه هكا في نص طوق الجلابه من الوسط كتجي من الوسط اولا هكا في اليدين اولا لكم الاختيار. المهم دابا انا نكمل الخدمه ديالي عن درس اخر ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو على فلاشين ولا جيم والتعليقات ديالكم. واللي ما فهمتش شي حاجه في الشرح ديالي اولا جيتها كنزرب في الفيديو ديالي تخلي لي في التعليق وملي نعاود معكم الفيديو ان شاء الله ما كاين حتى شي مشكل. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيديو اخر ان شاء الله.